بعد تطور الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة بالمملكة المغربية، يتساءل العديد من التلاميذ والطلبة عن النمط التربوي الذي سيتم اعتماده خلال الموسم الدراسي المقبل بشكل عام، ويزداد فضول هذه الفئة حول مدى إمكانية اعتماد التعليم الحضوري أم التعليم عن بعد في ظل وجود نظام قانوني ينظم هذا النمط الأخير، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا مع اقتراب حلول الدخول المدرسي والجامعي الجديد. في هذا الإطار كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جميع سيناريوهات الأنماط التربوية محتملة، بحيث سيتم اعتماد التعليم الحضوري إذا تمت عملية التلقيح بنجاح، كما يمكن اعتماد التعليم بالتناوب أو التعليم عن بعد حسب الوضعية الوبائية. يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي دعت يوم السبت الماضي في بلاغ لها الطلبة ومتدربي التكوين المهني إلى التوجه لأقرب مركز للتلقيح قصد الاستفادة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ابتداء من يومه الاثنين، بعدما أعلنت وزارة الصحة عن توسيع الفئة المستهدفة من اللقاح لتشمل الفئات العمرية البالغة.